برحب بيك الأول في محافظة الإسماعيلية، وهي محافظة الإسماعيلية ظهير لشمال سيناء اللي بتعتبر حدودية، إنما محافظة الإسماعيلية هي من المحافظات المواجهة. محافظة الإسماعيلية عانت كتير بأهلها ومواطنيها، ويمكن ده اللي خلى سيادة الرئيس بنظرته دايما لكل مواطني مصر إنه يبص لكل محافظات القناة بالإضافة لشمال سيناء وجنوب سيناء نظرة موضوعية، بالناس دي قاست كتير، وبالتالي بدأت التنمية من وجهة نظري من محافظة الإسماعيلية. دور القبائل العربية معانا التنمية الجادة على أرضهم، ومش تنمية وبس، هتبقى إن شاء الله تنمية وتأمين، وده اللي بنقوله، ما يبقاش الضابط والجندي بس هو اللي بيأمن، إنما التنمية والدفعة الاقتصادية القوية بمشيئة الله خلال الفترة اللي جاية، عشان الإسماعيلية تقود قاطرة التنمية والاقتصاد في مصر بمشيئة الله. إن شاء الله. شكرا جدا. شكرا يا فندم.